لك شو صاير لي أنا. مراد تعال شوف المدام شو بدها. أهلين نرمين. أهلين فيك. تفضلي ارتاحي. شو تشربي؟ لا ما فيني أقعد، جيت مشان أعطيك حق الأدوية. مبارح المسا خالي نصوح جاب لي بقية الأدوية. يسلموا إيديك. ما كان في داعي تعذبي. معلش أنا هيك بكون مرتاحة أكتر. بهجت بلش ياخذ الأدوية تبعه شي؟ بس هو لازم يرتاح بالبيت هالفترة. أنا عندي رفيق أخصائي قلبية وهو كتير شاطر وفهمان. إذا بدك فيني أخذ لكم موعد منه وخلي يشوفه. الواحد لازم يشوف كذا دكتور. هلأ أنا ما عندي مانع، بس ما بعرف إذا هو رح يوافق. إذا مشاني أنا مانا مشكلة، مو ضروري تخبري، وأنا رح وصي رفيقي. حياتي كلها ما كذبت على بهجت وما رح خبي عنه هيك شي. خلص نرمين احكي له، أنا ما عندي مشكلة بالقصة كلها. يلا بالإذن بخاطرك. بينتك كتير مروقة. وليش لحتى ما أكون مروقة؟ الجو كتير حلو، من شوي نزلت وتمشيت شوي وجبت هالوردات، شايف شو حلوين؟ وأكيد شفتي خطيبك القديم. آه خليل مرقت وعطيته حق الأدوية وقعدنا شوي وبعدين رجعت. كأنك عامله الأدوية تبعي حجة مشان تشوفي كل شوي، مو عيب عليكي؟ عفوا انت منتبه على حالك شو عم تحكي؟ انا عم بتحجج لشوفه، شو قصدك تقول؟ ايه والله بظن انه قصدي كتير واضح. يا مدام حركاتك عم تكشفك، بلشتي لي تفردي شعراتك وتتصرفي مثل المراهقات. بهجت رجاء خلص. اصلا صار لك فترة عم تحكي عنه كتير قدامي، شي كان بيحبك كتير وما كان يرفض لك طلب، وشي انا اللي فرقتكم عن بعض. انت لهلا مو قدرانة تشيليه من بالك؟ بهجت بكفي. مفكرني رح ساوي مثلك يعني؟ صحيح انت خنتني، بس انا مستحيل رد عليك بنفس الطريقة لاني ماني مثلك بنوب. عم تفهم علي بهجت؟ أنا ما بخون جوزي أبداً. ها مع إنه الست فادية اللي كنت معها بالأوتيل. كرم ابني استنى شوي. كرم لحظة شوي، بترجاك تسمعني. بعرف انه اللي سمعته كتير صعب وكمان ضايقك كتير. وين كان بابا وقت اللي اجته النوبة امي؟ عن جد كان في معه وحدة تانية؟ خلص حبيبي لا تاكل هم، لا تشغل بالك، انسى وكأنه ما سمعت شي. كنتي عم تكذبي ما هيك؟ كنتي عم تفتري على بابا ما؟ بس ليش لأفتري عليه بهيك قصة؟ لأنه ببساطة رح يطلقك وانتي بدك تحطي الحق عليه بأي طريقة. معناها روح
واسأل أبوك عن الموضوع. أنت مو بس نزعت لي حياتي بعد كل هالعمر باجات، نزعت لي علاقتي بولادي كمان. ما رح أقدر سامحك. بابا اللي سمعته من أمي مزبوط؟ بابا بابا جاوبني، ليش ما عم ترد علي؟ أكيد حكي أمي مو صح، أنت مستحيل تعمل هيك. قلي ليش ساكت؟ أمك حكيها مزبوط. الليلة اللي اجتني فيها النوبة كنت مع وحدة تانية. شو عم تساوي؟ خليني ساعدك. أنا حكيت مع بابا وقال لي كل شي حكيتي كان مزبوط. ابني كرم، أنا ما كنت حابة إنك تعرف الموضوع. بجوز صعب شوي بس هاي طبيعة البشر وما فينا نغيرها. شو يعني بدك تفهميني إنه الخيانة شي عادي؟ ما هيك قصدي، بس حتى الأبهات أحياناً بيغلطوا. طيب ليش عم تهتمي فيه؟ إذا مشاننا نحن مو مشكلة، ما عاد بدنا إياه. عم بهتم فيه لأنه هيك المفروض. إيه بس هو خانك ماما وما فكر فينا، وأنا صدقت كل كذبه. كرام حبيبي، ما تحكي على أبوك بهاي الطريقة مرة تانية رجاءً. مشان شو؟ هي أول مرة بوقف بصفك، ليش عم تدافعي عنه؟ كرم، إيه أنا متضايقة من أبوك وزعلانة منه كتير، ورح أتطلق منه كمان، وبيجوز أتعرف على حدا تاني وأتجوزه، بس بيضل أبوك أحلى حب بحياتي ورح يضل هيك. أبوك عيشني لحظات ما فيني شيلها أبدا من ذاكرتي، وإذا بتحبني عن جد لازم تحترم أبوك. اتفقنا يا عمري أنت؟ طيب أمي. يمكن
يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.